بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية المؤقت يطلع على مشاغل مواطني غفصة. اتفاق لبعث لجنة فنية مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة. وزارة الصحة تعلن عن إفادة لجنتين طبية وفنية إلى جندوبة. الإخوان المسلمون يتظاهرون ضد العسكر ويحذرون الجيش من مواجهة مع الشعب في حال إعلان شفيق رئيسا. أكد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي خلال زيارته لولاية قفصة أن زمن تهميش هذه الجهة قد ولى، وأن هناك إرادة سياسية لإعادة الاعتبار لهذه المنطقة من خلال الإسراع في معالجة الملفات التنموية وفي مقدمتها البطالة. فكل المكائد التي دبرت ضد الثورة رغم كل يعني قوة الثورة المضادة، رغم كل تجمع هذه الفلول اللي تحب تشرط هذه الثورة وتعود بنا إلى تلك المراحل التي ولدت الثورة واللي أدت إلى حرمان وتهميش هذه المناطق، رغم كل شيء البلاد واقفة على ساقيها، البلاد متقدمة، البلاد ماشية. نحن استطعنا أن نتغلب على كل الأزمات الداخلية اللي كانوا يتوعدونا باش يسقطوا الحكومة، وكانوا يتوعدوا باش تصير فوضى وباش تصير، وحتى طالبين يعني ثم ناس هبلة لا يفهموا لا طبيعة الجيش ولا طبيعة النظام، يعني وصلت بهم الوقاحة انهم يتصوروا انه باش تصير فوضى ومن بعد كده باش يطلبوا الجيش يدخل باش نعاودوا نرجعوا للعهد القديم. هم كلهم ناس احلامهم هباء منثورا، وانتم اللي باش تفشلوا هذه الخطة بتاع الثورة المضادة، انتم اللي باش تبقوا ابناء الثورة. رئيس الجمهورية الذي التقى مجموعة من أهالي معتمديات أرديف والمتلوي والمظيلة وأم العرايس شدد على ضرورة مساعدة مواطني هذه المناطق للدولة وعلى تفعيل مؤسساتها وهياكلها الإدارية والأمنية وحفظ الاستقرار بما يدعم تنفيذ المشاريع التي رصدتها لها الحكومة من جهة وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات من جهة أخرى. الاستثمارات والإمكانيات موجودة، كل ما نطالب به الآن هو أن الناس يعني تعاوننا على حفظ الأمن وتحترم الإدارة وتحترم هؤلاء يعني المعتمدين اللي باش يجوا. ماذا بينا من الشعب الرديف نسحق شو بطالة فهمتني، موعدهم وعدهم عدد مواعيد يعني مش هاد البيضاء ما عطوهم شيء، فهمتني يعني التشغيل قبل كل شيء، والشعب الحمد لله من حسن إلى أحسن. التقى ظهر اليوم رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبالي بقصر الحكومة بالقصبة وبدعوة منه التقى كلا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس عمادة المحامين شوقي طبيب ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، وذلك للنظر في المشروع القانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم الاتفاق في هذا الإطار بخصوص بعث لجنة فنية وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة. اتفقنا على أساس أن نكون لجنة فنية لإدارة هذا الحوار الخاص بهذا الموضوع، ولكن أيضا اتفقنا على أساس أن نطلب من كل الأطراف الذي يعني هذا الشأن، وأساس إن كانت هناك أحزاب لها أيضا مشاريع أن تقدمها، بطبيعة الحال تقدم هذه المشاريع لهذه اللجنة التي سنشكلها إن شاء الله نهار الاثنين أو الثلاثاء القادم، وبطبيعة الحال باش تدرس هذه المشاريع، ولكن تدعو في نهاية الأمر إلى كل الأطراف المعنية بهذا الأمر وأساسا هي الأحزاب للبت في هذه المشاريع، ونتمنى أن يقع الإجماع على مشروع قد يقدم إلى المجلس التأسيسي الذي سيبقى له الرأي النهائي والأخير باعتباره هو المؤسسة الشرعية المنتخبة والتي
لها صلاحيات مثل هذه القرارات. من جانبه وعلى لسان الوزير لدى الحكومة المكلف بالعلاقات مع المواطن عبد الرزاق الكيلاني، رحب حمادي جبالي بهذه المبادرة معولا على مبدأ الوفاق في اختيار أعضاء هذه اللجنة. كما بيّن رئيس الحكومة المؤقتة من جهة أخرى أن للحكومة أيضا مشروعها الخاص بشأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليبقى الوفاق الوطني هو الرهان الأساسي لكسب تحديات المرحلة المقبلة. بطبع عرض الوفد مشروع القانون اللي سبق وأنه تعرض على الصحافة، ورحب السيد رئيس الحكومة بهذه المبادرة. وكما تعلمون في إطار سياسة الحكومة التشاركية في الشأن العام يندرج هذا الحوار. بالطبع أعلم السيد رئيس الحكومة الوفد بأن الحكومة لها كذلك مشروع، والمهم في كل هذا هو أن يقع الاتفاق أولا على مبدأ التواصل حول الهيئة اللي أثبتت من خلال التجربة اللي عشناها من خلال انتخابات 23 أكتوبر وأن هيئة ناجحة وناجعة، بحيث لابد من الاستفادة من التجربة السابقة لهذه الهيئة. هذا من جهة. من جهة أخرى تأكد خلال هذا اللقاء على التمسك بمبدأ الوفاق، لابد أن تتفق كل الأطراف على المبادئ العامة فيما يتعلق باختيار أعضاء هذه الهيئة، وهذا في اعتقادي سيتم من خلال اللجنة التي تم الإعلان عليها من طرف الأخ الأمين العام يعني منذ لحظات. كذلك هناك توافق حول أن تستجيب هذه اللجنة للمعايير الدولية حول مسألة استقلاليتها، حيادها، وكذلك الشفافية والنجاعة في عملها. انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الإعلامي 69 بإشراف مدير عام الديوان الوطني للصناعات التقليدية سفيان الطقية والمكلف بمأمورية لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية لطفي خبير. اللقاء الإعلامي الذي خصص لوزارة التجارة والصناعات التقليدية تطرق خلاله سفيان الطقية إلى أبرز سلبيات قطاع الصناعات التقليدية، مسلطا الضوء على استراتيجية الديوان الوطني للصناعات التقليدية في تثمين الموارد الطبيعية والتنمية الجهوية في القطاع. عملنا عملية تشخيص تام لكل الولايات، عملنا العديد من اللقاءات مع الحرفيين والهياكل المهنية من الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ومجالس الحرف والأمناء، ووضعنا خطة واخذنا بالأساس المواد الأولية الطبيعية، الألياف النباتية والطين والحجارة وألياف النخيل وإلى غير ذلك، وهذه تندرج في إطار تثمين المواد هذه وفتح أسواق جديدة. احنا عملنا عمناول كما يقولوا تيست دو مارشي، عملنا بعض ابتكارات، خدينا المواد الحالية المنتوجات الحالية حصلنا فيها، عملنا فيها اختبار في الأسواق الداخلية والخارجية ولقينا عليها إقبال كبير. يعني يقع معناها تثمين المواد الأولية هذه وأعطاها زادة كيف قيمة مضافة، بيعطاها علامة جودة بيو ولا تسمية منشأ ولا مؤشر جغرافي، يكون عندها قيمة مضافة للمنتوجات هذه. ووقع حصر ما يقارب على 6 اختصاصات و6 مواد منتشرة في 14 ولاية، وخاصة في الولاية الداخلية اللي فيها ثراء طبيعي كبير من جندوبة لسليانة لتوزر الكبلي لسيد بوزيد قابس إلى غير ذلك. عندنا زاد اختصاص جديد اللي هو تقطير الأعشاب، وهذا توجه جديد، وفما هذه كما يقولوا في البسوري انتوندونس انترناسيونال، فما عناية خاصة بالأعشاب، تقطير الأعشاب. هنا عندنا الآليات اللي كانت موجودة قبل، العديد من الآليات كان ما كانتش ملائمة، كما آلية تدريب المانيا 14 وآلية عقد تشغيل وتضامن. لأن بالاتفاق مع وزارة التكوين المالي والتشغيل، وإن شاء الله في الأيامات القادمة مشيق الإعلان على الاتفاقية اللي مشيق الإمضاء عليها، والآليات اللي بشتقع تخصيصها لقطاع الصناعة التقليدية لمزيد تنمية القطاع ونفاذ خاصة الشبان
اللي في السابق العديد منهم معناها لقى صعوبات وما يقبلش على القطاع هذايا بسهولة. هنا زاد كيف كيف فما الحرفيين الكبار اللي نحبوا زاد نحفزوهم باش يعطيوا المشعل للشباب ويزيدوا يكونون شباب آخر. كيف كيف زاد امتي خممنا فيهم، دونك فما آلية باش تكون مخصصة لتحفيز الحرفيين لإعطاء معناها امتي الحرفة متاعهم وتكوين شبان في الاختصاصات هذية. من جانبه عرض لطفي خبير المكلف بمأمورية لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية تحليلا نوعيا لتطور أسعار الاستهلاك العائلي خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، مطمئنا المواطن التونسي بالمناسبة بخصوص الأسعار ومدى توفر المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان. تسمت تطور الأسعار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية بتراجع أسعار المواد الغذائية خلال شهر ماي ب0.4 نقاط. التراجع هذا مرد بعض المواد، من ذلك اللحوم والدواجن تراجعت ب0.4%، الخضر تراجعت ب2.7%، والزيوت تراجعت ب0.3%، والبيض تراجع ب3.8%. هنا معناتها ملاحظة هامة جدا، هامة معناتها نسبة التضخم اللي معناتها خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الحالية بلغت 5.5 نقاط. الخمسة فاصل خمسة نقاط هذه للتأكيد اللي حوالي 80% من 5.5% نقاط هذون جايين من التضخم الموروث من عم ناول معناتها، أي 4.3 نقاط. معناتها أعيد لهنا، التضخم خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية هو 5.5 نقاط، الخمسة فاصل خمسة نقاط منها 4.3 نقاط جايين من عم ناول، هذا معناتها التضخم الموروث. معناتها هام ياسر خاطر في التحليل معناتها التضخم عنده ثم تضخم موروث وتضخم معناتها لسنا الموروث هو يمثل 80%. هنا معناتها نلاحظوا كذلك رو معناتها تراجع الاسعار اللي سجل خلال شهر ماي وخاصه بالنسبه للمواد الغذائيه كان في الحقيقه نتيجه البرنامج الوطني للتحكم في الاسعار.